يا صباح الخيرات، الحمد لله احنا صحينا ومتوكلين على الله. دلوقتي الساعة 8:10 كده، نازلين الفطار، اتفضلوا معانا ان شاء الله سبحانه وتعالى. هوريكم المنظر من البلكونة الصبحية. على فكرة هي الأوضة هنا معالجة ضد الإزعاج، يعني ما بتسمعيش صوت جوه الأوضة، ولكن خارج الأوضة بتسمعي الناس. هي بسم الله ما شاء الله، كل واحد اللي رايح عمله، اللي متوجه لمدرسته. المبنى ده بتاع شركة المهندس للتأمين. هنا اور كيدز، طبعا الشيراتون، انا بحب الشيراتون. مصر جميلة، انا بدعوكم لزيارة مصر، واهل مصر بيحبوا كل اللي يزوروها. اتفضلوا عندنا.